الرئيس بيسأل سؤال: شعبيتي ورضا الناس عني ولا مصر تبقى بخير؟ أنا عبد الفتاح السيسي أبقى بخير ولا مصر تبقى بخير؟ ده سؤال. الراجل قال أختار مصر تبقى بخير وأنا مش مهم. وقبل كده الرئيس قال والله أموت عشان مصر وبجد روحي فداء لمصر بجد برضه، أموت يا ريتني أموت عشان مصر بجد برضه. وأنتوا بتشوفوا الكلام ده شفتوه أكتر من مرة. والراجل يعني إحنا دلوقتي بعد مرور 3 سنين، أنا عايز بس الناس تفتكر في الفترة اللي الرئيس خد فيها قرار لما كان وزير دفاع بمواجهة الإخوان في هذا التوقيت. يعني القرار ده مهما اتكلمت بحب أو اتكلمت بدعم أو اتكلمت بتأييد للرئيس أو أي حد تاني بيتكلم، أنا عمري ما أنسى الموقف إنه في وقت محدد اتخذ القرار الصعب، لا مش الصعب، القرار الأصعب، القرار الأخطر، القرار اللي كان من يعني هل للحظة ما فكرش هذا الرجل انه ممكن الحركة وممكن الناس تخذله؟ يعني ما فكرش لحظة انه ممكن يحصل فشل؟ يعني كان بيضحي فعلا بروحه علشان شايف ان البلد داخلة فيه نفق مظلم. انا لا انسى هذا، واذكر الناس لا يجب ان ننسى هذا الموقف، هذا الموقف اللي تقدم به الرئيس لقلوب الناس، هذا الموقف اللي انقذ به مصر. الراجل اللي خد هذا الموقف هذا الموقف اللي انقذ بيه مصر، الراجل اللي خد هذا الموقف في هذا الظرف في هذا التوقيت، انا اتصور انه من حقنا ومن واجبنا ومن حقه هو علينا ان احنا نثق بيه، واحنا بنثق بيه بلا حدود.